السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحلقة استثنائية إن شاء الله وتابعة لموضوع احتراق الليدات ديال كمثال ديال LG. هذا الموضوع هذا طرح في الفيسبوك وفي اليوتيوب، ووجد بأنه يعني كاين الحمد لله ردود يعني مختلفة، مما يؤكد على أننا الحمد لله ولينا تبارك الله داركين الموقف وفاهمين شنو تيوقع في الدوائر الإلكترونية. على العموم، أنا درت هذه الحلقة استثنائية لأنه لقيت راسي بأنه واخا كنكتب ما كنوصلش شي أفكار عن الكتابة، لهذا اضطريت أنني نسجل هذه الحلقة هذه بهذا الشكل هذا. إذا قلنا بأن دائرة الباور سبلاي فيها جزء دوائر، فيها دائرة الباور سبلاي والدرايفر ليد والماين الكارت الماين، وقلنا بأن هاد كاين هنايا ثلاثة نباضات اللي تجي من الكارت الماين تجي للباور. أول نبضة هي نبضة الإقلاع، لأنه ملي كتكون تكون الجهاز مطفي بالريموت في وضع ستاند باي، اللمبة الواجهة تكون مشتعلة باللون الأحمر، في تلك اللحظة تكون خارج ديال دائرة الانتظار، جهاز ستاند باي بوحدو اللي خارج. ملي كنعطيو أمر الإقلاع سواء من الريموت أو من زر التشغيل، تتخرج نبضة وحدة، تدوز من الكارت ميمار كتمشي للباور، مكتحكمش بالدرايفر ليد أبدا في ديك اللحظة، كتمشي أول نبضة كدوز كتمشي تتسمى الباور أون. كتشغل لينا الدائره الرئيسيه باش يخرجوا هذوك لي فولت ديال التغذيه ديال ليلاد، و12 فولت ديال التغذيه ديال المكونات هنايا في الماء بورد، و24 فولت اللي كتغذي بعض الحالات كاين استثنائيه تيكون اس صوت يتغذى على 24 فولت. على اي الدائره الرئيسيه تشتغل تخرج 5 12 12 فولت و24 فولت و105 كما في مخطط هذا الجهاز LG، لان 105 فولت اللي كتخرج. حنا في مرحله ديال الاقلاع كل الجهود خارجه، من بعد منها كتجي النبضه ديال الدرايفر اون، يعني بي ال اون. درايفر اون هي يعني تشغيل دائره الدرايفر لين، تشغيل ديال دائره الدرايفر لين. هذا التشغيل ديال دائره الدرايفر لين ملي كتجي النبضه ديال الدرايفر اون كيخرج الفولت اللي لين. هاد الفولت اللي كيخرج ليلات كيشعلو مباشرة. بعد منها كتجي تتدخل النبضة، هادشي راه بالميلي سكوند، هاداك تحاول دقايق ولا بسكوند، بالميلي سكوند. من وراها كتجي النبضة ديال بي ام دبليو في، التحكم في قوة الإضاءة، بي دي مين والبي دبليو في. هاد النبضة هادي هي اللي كتحكم في القوة ديال الإضاءة. إذا أنا حاليا كنناقش موضوع سبب مجموعة من الأسباب اللي كتجعل هذوك الولاد المدة الصلاحية ديالهم كتقلص، أسباب كثيرة، ولكن هذا سبب رئيسي أنا وجدته بأنه سبب رئيسي. سوف يأتي الوقت اللي تفهموا بأنه فعلا سبب رئيسي، أن هذه مرحلة الإقلاع لقيت بأن الفولت كيرتفع لواحد الجهد اللي يعني عالي بزاف، والولاد تتوهج بواحد الشكل اللي هو قوي بزاف في اللحظه ملي تيكون ظاهر داك اللوغو شعار تاع الشركه. مثلا LG كيطلع داك اللوغو ديال LG، ملي كيطلع داك اللوغو ديال LG كتلقى بان التوهج ديال الليلات، هذوك الليلات تيتوهجوا مزيان، وكتعبر الفولت اللي كيخرج الليلات كتلقى بانه مرتفع. فهاد الموضوع هذا اضطريت انني ندير فيه واحد البحث باش نعرف السبب اللي كيخلي هذوك الليلات يتوهجوا في الدقة الأولى عند الإقلاع عند ظهور كلمة اللوغو. في الحقيقة هاد البرنامج هذا فهو يعني ما يمكنش يكون في الباور سبلاي، مادام أنه كيظهر في ظهور اللوغو كيختفي،
الفولت كيرتفع في واحد اللحظه وكينخفض. اذا كاين شي برنامج هنايا، كاين شي برنامج هنايا في المان بورد مبرمج له بهذه الطريقه على انه يدير هذا، يبين لنا هذا اللوغو، هذه القوه ديال الكونتراست والقوه ديال الضوء. علاش؟ لان في الحقيقه هذا هو وصله اشهاريه للشركه. انت مثلا ملي كتبغي تشري تلفزيون من صاحب محل روفوندور، ضروري خصك تجرب التلفزيون باش تاخذ من عندهم. ملي كتجرب التلفزيون، الا كان داك الاقلاع ديال التلفزيون، ظهور ديال اللوغو كان في واحد القوه ديال الاضاءه ضعيفه والكونتراست ضعيف وداكشي، راه بطبيعه الحال غادي تبان لك بان هذا التلفزيون ماشي ذات جوده عاليه. بينما الا كان الكونتراست خارج مزيان، واضح مزيان، والملامح ديال هذاك اللوغو واضحه وبارزه ومضيئه بواحد الشكل يعني مثير للنظر، فبطبيعه الحال راه تثير النظر، وبالتالي انك تستهي الشراء ديال هذا الجهاز هذا. مفهوم؟ اذا حنا في الحقيقه بالنسبه لنا حنا كتقنيين راه كنشوفوا واحد المنظور اخر، حفاظا على باش نزيدوا في المده الصلاحيه ديال هاد الليلات هادو، راه كنشوفوا بان واخا هاد اللوغو اللي كيبان وهاد البرنامج اللي حاطين في داخل 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 كونترول داخل المانبورد، فراه هو بالنسبه لنا، بالنسبه لي شخصيا كيبان لي بانه كيحلق كيخلق ضرر الليلات. علاش؟ لانه الليلات كيوصلهم في واحد اللحظه معينه واحد الفورت اللي هو كثير، ومن طبيعه الحال اي مكون الكتروني كتعطيه واحد الفولت قريب الماكس استعمال ديالو ولا اكثر من ديك القوه ديالو، من طبيعه الحال غيضرر. اذا كيفاش نفهموا هاد القوه ديال الاضاءه في البدايه، كيفاش كترتفع الفولت، وكيفاش هاد القوه ديال الاضاءه كتكون قويه في الاول، واش كاين شي تغير في الفولت ديال النبضه ديال البي دي مين، واش كاين شي تحكم اخر من غير هاد الجوج تحكمات، البي اس اون، الباور اون، البي اس اون يعني هاد النبضه الاقلاع، داكشي اللي كاين تيخرج، درايفر اون ولا البي ال اون يعني نبضه ديال الاقلاع، داكشي اللي كاين تيخدم يعني. فكتفتح كتسد، داره كتفتح كتسد، كنعطيو اوردر كتفتح، كنحيدو الاوردر كتسد. بينما البي دي مين فهي كتحكم في القوه ديال الاضاءه. اذا هذا هو الخط اللي خصنا نخدمو عليه بدون شك. ها نشوفوا هاد نشوفوا امتى هاد امتى الفولت، شحال القيمه ديال الفولت عند الاقلاع ديال هاد البي دي مين، شحال القيمه ديال الفولت. ماشي ربما ما يكونش غير الفولت، ربما تكون شي حاجه اخرى خفيه ما تنعرفوهاش، مثلا الفريكونس تردد، ربما شي حاجه خفيه ما تنعرفوهاش عند الاقلاع. واش هاد الفولت ديال هاد النبضه هذه، واش عند الاقلاع ملي كيكون اللوغو كيضرب واحد القوه مثيره، واش هاد الفولت كيرتفع، واش التردد ديالو كيرتفع، اشنو هما اشنو هي الحاجه اللي تتغير، اشنو هي الحاجه اللي كتحكم اللي كتجعل داك الفولت وداك القوه ديال الاضاءه تكون مرتفعه عند ظهور اللوغو ما بين المان بورد والدرايفر ليد. هنا غادي نحاولوا ما امكن حنا ان شاء الله غادي ندير واحد التجربه على التلفزيون، راه باقي فوق الطاوله، غادي نحاولوا ما امكن نشوفوا شنو هما الحوايج كاع اللي ممكن انهم يغيروا لينا هاد القوه ديال الاضاءه. من طبيعه الحال انا كنعرف بان كاينين ثلاثه الحوايج، كاين ليمونوزيتي كتزيد على ما يبدو ظاهرا في الشاشه، ما تنهضرش انا على ما هو يعني ما هو يعني واقع في وسط الدوائر الالكترونيه وسط الجهاز، على ما يبدو ظاهرا على الشاشه. الا مشيت ليمونوزيتي كنزيد وكنقص، تبان لي بان القوه ديال الاضاءه كتطلع وكتهود. واش هاد ليمونوزيتي الا زدنا فيها ونقصنا فيها، واش هاد ليمونوزيتي واش تتحكم في الداتا عبر التيكون، اولا كتحكم في القوه ديال الاضاءه عبر نبضه البي دبليو في ام بي ام دبليو في البي دي مي. وكاينه واحد الخاصيه اخرى تسمى الريترو اكليراج، الريترو اكليراج بان كتزيد فيها وكتنقص فيها تلاحظ بان هذه القوه ديال الاضاءه كتبدو بانها فعلا راه كتغير بواحد الوضوح. الا زدتي فيها راه كيبان لك بان القوه ديال الاضاءه كتزاد، الا نقصتي فيها كتنقص. اذا غنشوفوا ديك الساعه ملي غندوم نزيدو في الريترو اكليراج، واش هذيك النبضه ديال بي دي مين واش الفولت ديالها كيعاود ثاني كيزيد وكينقص،
هذه بالنسبه للقائمه العاديه ديال ديال اليوتيليزاتور ديال المستخدم العادي اللي معلق التلفزيون في الدار وكيتفرج مع راسيتو بغى يزيد القوه ديال الضوء ولا بغى ينقص فيها. هذه القائمه ديال اليوتيليزاتور. بالنسبه حنا كتقنيين كنا عندنا واحد القائمه تسمى القائمه السريه، ممكن انا ندخلوا لديك القائمه السريه وغادي نشوف واش كاين شي بعض الخصائص اللي ممكن اننا من خلالهم نتحكموا في القوه ديال الضوء ديال القوه ديال الاضاءه عفوا. وفعلا ملي غادي نبداو نزيدو ونقصو في هذيك الخاصيه واش فعلا ديك النبضه ديال البي دي مي ولا البي ام دو في واش هي الفولت ديالها كيطلع وكاين يرتفع وكينخفض مع الزياده والنقصان في القيمه ديالها. اذا فنتوكل على الله ونمر للتجربه على ارض الواقع.